السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ ورحمة حضرتك ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك حضرتك يا رب. وإياكم. حضرتك يا شيخ، لو أنا بشتغل مساعد لدكتور. أيوة. والدكتور ده أنا عرفت يعني إن هو بيجبر بعض الناس اللي هم يشتروا أدوية معينة اللي هو نسبة فيها، وبياخد يعني بيتقاضى أجر يعني من ورا شركات الأدوية والكلام ده. الأجر أنا من عنده في شبهة أو كده؟ يا دكتور ظالم، هو بيجبر بعض الناس إنهم يشتروا أدوات معينة. ما هو يعني دلوقتي يقول للمريض اشتري كذا ويجبره من مكان معين ومكان كذا، والمريض ليس في حاجة إليه. طبيب حرامي، الله ينتقم من الظالمين يا رب. الله ينتقم من الظالمين. ما المريض رب يعلم من أين أتى بالمال لعلاج نفسه، فيفاجأ بطبيب اللص لا بورك له في سعيه، يقول له أنت محتاج دواء كذا كذا، دواء ب200 جنيه. طيب هو ليس محتاج، يضر بصحته ويضر بأمواله من أجل السحت الذي سيأكله. اترك هذا القذر. السلام عليكم. حسبنا الله فيهم. طبعا في الأطباء أهل صلاح وفضل معروفون، لكن بهذه الطريقة التي استحدثت، طبيب يرسل الشخص إلى الأشعة وليس في حاجة إليها، يرسل الشخص إلى التحاليل وليس في حاجة إليه، يصف له دواء وليس في حاجة إليه، يبادر بشق بطن المرأة الحامل المجح وإن انتظر ساعة ستلد من أجل الدراهم المعدودة. اللصوصية يعني اخطبوط، عياذا بالله.